هون هاي اللي خارج البث داخل البث ارجوكم دائما تكون تم مده اسبوع السفاره اي طبعا هم الاثنين هذول الاسبوع القادم ولا حد يدري الله احيانا هم بيسلمون اسديريات اللي بعدهم تمام البند الاول اسديريات البند الثاني ما بعد الصلوات وفريالتي الحديث عن الوقف استغلال اي يعني خذ الوقت المناسب ترى يا اخواني قبل ما اكمل مو معناه سفر هم اللي يتكلمون فقط الثاني ساكتين يا اخواني هذا مشروع الكل مشروع الجميع جميع لازم الكل يا اخواني يبادر طيب يا شيخ لو مثلا احنا بجلسه هم موجودين بس انا بتكلم عشان كفو بيض الله وجهك اي يعني يجيهم هم صح يعني مثلا هم في شوف يا اخواني اللي بيتكلم وهم مو بسفير في خير حيحسب له تفاعل وكل شيء مقيم والله ممتاز يعني يجي لهم هم اي لكن حتى لو ما جاهم افترضنا ان تذكيرك بيوصل لناس في الاخير بيتبرعوا ناس صار تذكيرك فمت مأجور في كل الاحوال البند الاول وش قلنا؟ كنا نتحدث عن الدور بس قصدي لا الاول كان لهم تقييم يعني ناس مخليين الثانيه نتحدث عن الوقف متى؟ الصلاه بعد الصلاه وريالتي طيب البند الثالث المبادره تكون نوعيه ومختلفه ما يكون شيء مكرر هذه لك حق تتواصل مع فريق دعمك او الاعداد يرتبونها مع فريق دعمك اذا بيعطونك افكار تطبقها طيب ما اعطوك افكار تنام؟ لا لا فكر مع اخوياك بكره لا ما شاء الله عليك شوفوا لي محتاجكم بكره انتم تحتاجونه سامي محمد بعد انتهاء يصير اني اتفاهم معها تحت البث خذ راحتك تحت البث سوي لي تبي ها ما يتعرضون تحت البث ولا على البث؟ على البث وتحت البث؟ تحت البث وانا اقول ايش الضرب اللي جاي لا اقول لك شيء سام اليوم كان يتمنى انه يكون شيخ الاسبوع ده شيخ اليوم رزقها الله بالوقت يستاهل كفو والله انك تستاهل يا ابو زيد البند الرابع او البند الخامس ان شاء الله تمثلنا خير تمثيل الثالث المبادرات الثالث المبادرات اي الرابع يا اخواني هذا اللي يهم الجميع الرابع تفاعل فريق دعمك اثناء سفارتك ومطلوب من كل فريق دعم يعطيني في نهايه الاسبوع ملخص للسفاره ارسل لي اياه عشان اعرضه في حلقه الاحد ونشوف ايش قدموا الشباب. هذا البند الرابع بالاضافه الى روابط الشباب اللي بتنزل اليوم لانها جاهزه خلاص جاهزه اليوم ان شاء الله اليوم ولا بكره عاد ما ادري عنهم والله. فريق الدعم ياخذون رابط كل متسابق يخصهم وينشرونها. البند الاخير هو تفاعل المتسابقين معك في سفارتك او معك سيف. يعني عندك مثلا مبادره فيها مشهد تمثيلي اخذت فلان وفلان وفلان هالتعاون مقيم. فالأخير بيدكم 500 نقطة تفرق معكم 500 نقطة طيب واضح يا أخواني السفارة استوعد الناس فيها على السريع أوعدهم بالشيء اللي يجمل إن شاء الله كم تقفل نسبة ما في شيء نسبة أي عطنا النص وفوق إن شاء الله إن شاء الله ما شاء الله كمل النص الثاني أنت إن شاء الله أن نبيض الوجه والله يجعلنا عند حسن ظنكم كفو حسن ظن الجمهور كفو 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 أنا نقفل النسبة كلها إن شاء الله قدها إن شاء الله بإذن الله أختم بس أجيك بس قبل ما أختم شوفوا يا اخواني الان اتضحت الصوره صحيح؟ السفره بيض الله وجيهكم وهذا حظكم جاء اليوم من يد الشيخ الجميل عسى ربي يوفقه الان يا اخواني تبقى الجهد عليكم انتم جمهورنا الكريم الرواتب قربت بدنا نشم ريحتها في الله فرحوا هالخمس الاف اللي ينتظرون عطائكم وبذلكم واعطوهم شيء من العسيلات اللي تتلذذون فيها كل يوم من هالرواتب عسى ربي يبارك لكم ويزيدكم ولا ينقصكم ويعطيكم حتى يرضيكم لكن يا اخواني مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فشدوا بعضكم وعينوا بعضكم وشدوا من عزومكم وهمتكم ويلا يا اخواني اليوم كلنا جميعا نصدق القول بالعمل وكل انسان يقدم بما يكتب الله له ويسره. شيخ قدامنا 200 نقطة تبي توزعها خمسينات على كل واحد من اللي رأيتهم المتفاعلين معك. النايمين أنا خابرهم إذا قلت لهم بقول لا. كلكم تستاهلون كلكم طيب شيخ هم هي 200 يعني نحتاج أربعة أشخاص. أربعة أشخاص.